حمدي محافظة الإسماعيلية. النهاردة مع إيمان أحسن الناس اللي بتقول اللقاء الشعر والتمثيل. النهاردة هنتعرف عليها ونسمع عنها الشعر. زي كمان عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ يا رب دايما. قولي لنا انت بداتي بالشعر بقالك قد ايه؟ انا بقول شعر من وانا صغيره خالص، كانت والدتي بتجيب لي القصائد وبتحفظهاني وبس، بدات من هنا اقول الشعر يعني لما والدتي طيب سمعينا بقى حاجه حلوه كده. اسمعكم قصيده عن النبي صلى الله عليه وسلم. استسلم. قصيده احبك يا رسول الله، أنا والله من قلبي أحبك يا رسول الله، وليس الحب مفروضا بأمر جاء، وما حبي أكاذيبا ولا أهواء، أنا قد جئت للدنيا غريبا كلنا غرباء، تتوق نفوسنا الظمأ لنبع الماء، وكان الكون معتلا ولا أمل بأي شفاء، طبيبا جئت للدنيا تشخص بالقلوب الداء، فأنت البلسم الشافي بكل دواء، وإن كانت جميع الناس أكفاء، فأنت هنالك استثناء، فلا قبلك ولا بعدك، وأحببتك وليس الحب مكرمة ولا منة ولا خوفا من النار ولا طمع بفردوسين في الجنة، وليس لأنه فرد وليس لأنه سنة، لكني من قلبي أحبك يا رسول الله، حبيبا لي، صديقا لي، قريبا لي، أبي عمي يا جاري، ولو بحت بأسراري تصدقني، أنا المكروب وكل في الحياة عيوب، وأخطائي بلا حد وزلاتي بلا عد، وإخلاصي مسار الشك والنقد، وأكره بعد أحيانا على الذنب الذي حل، أقوم دائما نفسي ولست أرى لها حلا، وأحفظ من كتاب الله، أحفظ من كتاب الله عشر آيات، أحفظ من كتاب الله في عشر آيات أرددها بكل صلاة، ووقت لم أجد عندي رغيف الخبز والله، ووقت لم أجد عندي رغيف الخبز والله وليس سواه، وأطفالي تسائلني تطاردني هنا الأفواه، وأحلامي هنا ماتت على عيني، وقوت اليوم لا أجده وعيشي كله ضيق، ومن ضيقي أنا العبد الذي دوما ينادي باك يا مولاه، ورغم الخوف والمأساة أقول لعل آخرتي تعوضني عن البؤس الذي ألقاه، أنا خائف وطمئني بعفو الله، أنا الخجلان من نفسي ومن ربي، فكيف الآن أدعوه وبعد دقيقة أعصاه، أحبك يا رسول الله، وكان الحلم في عمري أحج البيت أعتمره، ولكن حالت الأقدار وبؤس الحال، ستظل كل أمنيتي أجيئك حاملا عشقي ومعصيتي، وعند الباب وأنت تقابل الأحباب، تصافحهم وتحضنهم، تقبلهم بكل الحب والترحاب، ترى دمعي على خدي أنا العاصي، وها هم غلقوا الأبواب، وربك دائما تواب، ربك دائما تواب، فتشفع لي، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العزم من صوتك، ولا قتلت في أحد، وما قتلت في بدر صناديد كفر، وما كنت يوما من الأنصار، لكني أحبك يا رسول الله، أحبك يا نبي الله، فهل تقبل؟ الله ينور، جمال ده. ما شاء الله عليكي. شكرا لحضرتك. مين بقى اللي علمك لقاء الشعر والتمثيل وشجعك قوي كده؟ هي والدتي من وانا صغيره لما لقيتني يعني موهوبه، فقررت ان هي تدعمني وتساعدني ان انا احفظ، يعني انا الشعر ده هي لازم تحفظه تقريبا هي الاول، وهي اللي بتحفظهوني، وهي اللي بتختار معايا، هي اللي بتدربني لما مثلا حته اكون مش بعملها احسن حاجه تقولي طب انت ممكن تعمليها كده،
فبصراحة والدتي يعني كل الشكر ليها، يعني أنا من غيرها ولا حاجة. طيب شكرا جدا ليكي وبالتوفيق، وانا بتمنى لك التوفيق والنجاح الايام الجايه ان شاء الله. شكرا جدا ليكي.